اهلا وسهلا السي العالمي، مرحبا الف مرحبا. هذا الغوشي دو سوا ما عمرنا صورنا صراحه، حيت كان بياسه يونيك ومتوسطه في السوق وبياسه عزيزه، كانت كدير 1700 درهم. عاودنا الحمد لله خدمناها وخدمنا فيها الكونتيتي، يعني طاحت علينا قل في الثمن، يعني خدمنا شويه البركه الحمد لله وخلصنا اسبيس، طيحنا اقل ثمن حتى دابا مابقاوش طامعين فيها. انا نديروا لها واحد الثمن اللي هو زوين. اول حاجه غادي نعطيوك هذه البواطه ديالها حيت ساهل هذا البغوشي دو سوا يمشي في البواطه فابور، وغادي ندير لك التوصيل فابور، وغادي نحسب لك اختي هذا البغوشي غير ب 1300 درهم، ما بغاش حتى تخرج ليه، فيه 3 متر، يعني كيصلح تكشيطه كيصلح قفطان، ما كيبينش يعني ما تحتاج ليه لا دوبلور لا حتى شي حاجه، وفيه لوينات قلال، يعني اللوينات اللي فيه قلال وقلال بزاف، يعني ما كاينش 20 ولا 30 لون، تقريبا راه كاينين 8 ديال اللوينات فقط. شوف هاد القصيبي كيفاش داير، ها هو السقلي ديالو اختي حر، ومازال غادي نسرح لكم خليكم معايا، يعني اختي سكريني كميه راه انا ما بقيتش صراحه كنقدر نقول كميه راه كافيه، حيت شحال مره كيسحب لي انا راه خدمت بزاف بالمقارنه بالطلب اللي عندنا الحمد لله على الاقبال الكبير اللي على الكليان ديالنا على السلعه الحمد لله. كنقولوا ديما ما بقاش والكليان كيكع كيقول لك انا يلاه طلبت وانتم قلتوا الكميه كثيره، داكشي في السخره ديال مولانا، بعض المرات كتكون قليله وما كتباش، بعض المرات كتكون كثيره وكتباع في البلاصه في نص ساعه ما كتبقاش. يعني اختي هادشي كامل كنوصل لك انا الميساج، يعني ما ترديش الا عجبك وشهوتك فيه وبان لك ثمن مناسب وبان لك عرض زوين، يعني غير سكرين وصيفطي الدراري في البلاصه، حيت غتبدا تخمم غادي يمشي لك اختي. ها هو ولا عجبناكم حنايا وعجبكم هذا الفيديو هذا وانتم عزازين علينا، تبتوا لينا بواحد الكومونتير والجيم والبارطاج لصحاباتكم، ضروري اختي تبارطاجي لصحاباتك، علاش تقدر تكون هي بصح كتخمم باش تشري شي قفطان وانت كتوصل لها الفكره حتى لعندها، غادي تقول لك ميرسي، ومنين غادي تجي عندنا غادي ان شاء الله غنحمروا لك وجهك، غتقول لك شكرا بزاف بارطاجيتي لي هذاك الفيديو ومشيت عند رميساء وتهلاو فيها، بصح عندهم كاليتي عندهم معامله عندهم ثمن زوين. ثاني حاجه اخويا العالمي كنقول لهم بياسه اونيك، يعني عندك الحق اختي تدوري في السوق كامل وخلي رميساء اخر محطه عاد اجي عندي، ولا اختي تشريها من عندي مثلا ولقيتيها بلاصه واحده اخرى قل جيب اختي ورد لك الفلوس ديالك، ما كاينش مشكل، حنا كنتعاملوا مع الكليان ديالنا بحال العائله بالشفافيه والمصداقيه الحمد لله. ها هو هذا الوين هذا، شوف كيفاش داير اخويا عريصات، و الا بغيتي اختي بالقفطان ديالو راه ماشي مشكل، ما غنقولش لك الثمن ديال القفطان التحتاني شحال، علاش؟ حيت تقدر تكون وحده تقول لك عطيني مع ساتان دو سوا، وحده تقول لك عطيني مع دغا دو سوا، وحده تقول لك عطيني مع دومي سوا، وحده تقول لك عطيني مع كحل دو سوا، يعني الثمن ديال التحتاني كيتبدل. يجي تكشيطه ديال الفريع الفارغ اخويا العالمي، شوف على الوين كيفاش داير اخويا، ها نشوف شوفوا مع العالمي واش جمجموني وبارطاجوني ضروري، والكليان حلف ضروري ما يحشمونيش زعما، ما تحشمونيش كبروا بيا الله يرحم بيا الوالدين، انا كنحس براسي راه كنكبر بكم، واذا كتحسوا براسكم انتم انا ما كنكبرش بكم زياده قولوها لي في التعاليق، نزيد نحاول نزيد ندير الماكسيموم باش ترضاو عليا، انا غير رضاو عليا وتكوني فرحانين كاع ما تشريو من عندي ما عنديش مشكل، وتكوني راضيه لاله. ولا جيتي عندنا المحل ان شاء الله كيف شارع افغاني السالح حي حساني حدا الجامع، نتعاملوا معك كاميره كبرنسيسا كختنا كمنا كخالتنا كجداتنا كعمتنا كجارتنا ككل شي اختي، انت هي ما يكون غير داكشي اللي غادي يرضيك ان شاء الله. انا راه سرحت لك اختي شفتك كيفاش دايرين، ودابا غادي نوريك على اللوين باين بحال هكا بحال هذا شوي بعدا هذا الطاقم هذا اللون ينسيك فلون صراحه، ما كاينش شي لون اللي باشي هو هذاك. ها انت اختي عروسه معروضه كادو هديه اللي بغيتي اختي، مرحبا والف مرحبا، والثمن راه جد جد مناسب اختي، ما هي غير نقول لكم بالصحه وراحه وتقطعوا وتعاودوا ان شاء الله. وما تنساوش داكشي اللي قلت لكم جيم وبارطاجي والتعليق كما كان شي حاجه خايبه قولوها، كان شي حاجه زوينه قولوها، المهم خو علينا قلبكم وتفشوا علينا كما بغيتوا. دابا هذا الفيديو يا سي محمد الا وصل 100 كا دير لهم شي برومو في شي برو شي واحد اخر، الا وصلت 100 كا ندير لهم فابور انا ما عنديش مشكل، اييه بالصحه والراحه وتلبسوا وتعاودوا.